جماهير نادي الزمالك حقيقي ملحمه، حقيقي ملحمه، ظروف بقول لك في منتهى الصعوبه لا يتحملها اي جمهور في الكون. هو العادي بتاع نادي الزمالك كده او جمهور نادي الزمالك كده، انه بيتحمل الصعوبات طول الوقت طول الوقت، عنده ثقه في ناديه، بيعشق ناديه، بيدعم ناديه، بيقف جنب ناديه في اي ظرف ممكن. فلازم تحيه اولا لجمهور نادي الزمالك واخيرا لجمهور نادي الزمالك، وفي النص تحيه لكل منظومه نادي الزمالك، اداريه، فنيه، لاعبين، كله ناجح، كله ناجح وبالدرجه الكامله، الدرجه النهائيه. بص يا سيدي، مفيش فريق في العالم بيكسب دوري بحظ، بحكام، مش عارف ظروف ايه، دوري دوري. شوف لو انت عايز تبرر ممكن تبرر ده في البطولات اللي هي ايه، بتكسب ماتش وتخسر ماتش، لكن ده دوري على مدار الموسم، على مدار الموسم الزمالك كان الافضل، على مدار الموسم الزمالك في مجمل الموسم الزمالك كان الافضل في الدوري بشكل رائع جدا. مبروك لجماهير نادي الزمالك، مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك، مليون مبروك لكل العاملين في نادي الزمالك، لاعب لاعب واسم اسم.